أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. النهاردة معانا يا جماعة ده سخان أو كاتل شغال. أنا ما يهمنيش شغال ولا لأ، بس أهم حاجة دلوقتي الإيه، اللحام ده هنا فيه هنا مكسور إزاي كده أهو. فإن شاء الله طبعا ده بيعكس في التشغيل، لازم تدوس عليه من فوق عشان يقدر القاعدة تلمس هنا ويشتغل. طبعا هنلحمه بثلاث أشياء وثلاث حاجات، مش مجرد كده أهو كده يا جماعة. هنشيل ده كده، وادي الجزء ده أهو. هنجيب أول حاجة نعملها زي ما احنا شايفين دلوقتي، هنلحم يا جماعة القاعدة دي في ثلاث مراحل. أول حاجة عشان نلحمها كده لحام سريع، هنديها زي ما احنا شايفين كده أمير، دي مادة غيرة أمير سريع أو سوبر جلو، عشان نثبت بس الأجزاء مع بعض كده يا جماعة أهو كده، ونثبتهم مع بعض وما يتحركوش. بعد كده هقول لكم الطريقتين التانيين عشان نقدر نثبته وما يتفكش مننا. بعد كده يا جماعة أنا ما ثقش في الطريقة ديك، بس أنا هعمل زيادة في الحرص في اتنين أو إيه مرحلتين تاني. طبعا أنا بقوم بالتنظيف كده أهو، وهوريكم الطريقة التانية. بعد كده يا جماعة أجيب كاوية، وهجيب زي ما احنا شايفين كده دي دباسة، دبابيس بتاع الدباسة. هقطع كل اتنين مع بعض كده اهم، او تلاتة منهم، واروح جاي كده في الحتة اللي هي بقى ايه اللي هتمسكها اللي هي جامدة، واروح مثبت كده اهو كده يا جماعة بالكاوية اهو كده، واسيبها تسخن. او لو معاكم المقاط ولا حاجة اهو كده يا جماعة، دي يا جماعة الطريقة دي هتمسك البلاستيك مع بعضه من ناحيتين اهو كده اهو كده كده يا جماعة اهو كده. وهفضل بقى اعمل كل الشروخات دي مع بعض اهو، برضو نفس الحكاية هنا كده اهو كده يا جماعة. ومش دي اخر حاجة يا جماعة، ده انا لسه هوريكم حاجات تاني، بس اصبروا عليا اهو اهو كده اهو كده يا جماعة. دي هتمسك الشرخ الشمال واليمين مع بعض اهو كده. اكمل انا بقية الشرخ وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، عملنا الشرخ كله اهو 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 اهو. طبعا هنقلب كده هنلاقي فيه بروز، طبعا ده هنروح تانيينه اهو كده يا جماعة. بقى متدبس البلاستيك جامد ومش هيفك بإذن الله، بس برضو لسه في مرحلة تانية كده اهو. بصوا يا جماعة اتدبس زي الدبوس، برضو من الناحية دي كده اهو، نتني كده يا جماعة اهو، نتني جامد عشان يمسك الشرخين مع بعض اهو كده. ودي الناحية التانية كده كده، تنيناها كده وتنيناها كده اهو. ومش دي المرحلة الأخيرة برضو يا جماعة، أقول لكم أوريكم المرحلة التانية أو التالتة عشان نعملها زي الحديد ما يفكش تاني، لأن أنا لو عملت بالأمير بس هيفك تاني أهو كده يا جماعة أهو بقى 100 100. أقول لكم بقى المرحلة التالتة هنعمل فيها إيه. بعد كده يا جماعة من تحت كده من القاعدة من الداخل، الحتة اللي هي إيه حوالين الإيه حوالين الجأج حوالين الشرخ ده، هنحاول إيه نعمل فيها خطوط كده، نحفر فيها حاجات بالراحة كده نمشطها، عشان لما أهو كده يا جماعة الناحية التانية أهو كده أهو كده، والناحية التانية برضو نمشط كده، عشان بعد كده لما نحط اللحام اللي أنا هحطه دلوقتي يشتغل على طول ويمسك، يلاقي حتة يبات فيها وإيه ويمسك جامد كده. خلاص يا جماعة
هنجيب بقى المادتين دول الاي والبي اهم يا جماعة دولك اهو كده، ونجيب ونفتحهم اهو وارجع لكم اهو. بصوا يا جماعة بعد كده هنجيب المادتين الاي والبي دول او الاي بوكس اهو، ونعمل حتة كده مناسبة اهو مثلا كده، ونحط نفس المادة التانية عشان تتفاعل مع بعض وتعمل اللحام، لان طبعا مادة واحدة مش هتتلحم اهو كده يا جماعة اهو. ونقلب بقى بسرعة كده اهو عشان يندمجوا مع بعض اهو كده يا جماعة. ونجيب كده ايه ادي الحتة الشرخ اهو اهو كده يا جماعة، نكمل كده عشان مادة برضو الواحد برضو بيخاف لايه لا تعمل بسرعة اهو كده يا جماعة. ونحاول نعمل حواليها كده يا جماعة من ناحيتين عشان تمسك الايه الضلفتين مع بعض، ونفس الحكاية هنا اهو كده. نجيب الشوال اللي وقعوا في الارض دول اهو، وهنا كده اهو يا جماعة كده مية مية. نسيبها بقى ايه نسيبها تنشف، ونعمل برضو الحتة دي اللي هي في الجنب اهي كده، ونسيبها تنشف شوية وارجع لكم. مع لحام الايبوكسي ده زادوا جمدان، والدبابيس دي اهي زادته ان هو مسكته في بعضه جامد، بقى اجمد من الاول واشد من الاول. ونركبه كده اهو يا جماعة اهو كده بسم الله اهو اهو بقى عامل زي الحديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.